فضيلة الشيخ، كيف يمكن تحري هذه الليلة؟ هل لها علامات محددة؟ مثلا نسمع كثيرا من الناس يقول تكون السماء صافية ونجومها مضيئة، والشمس حينما تشرق في اليوم الآتي بعدها لا يكون لها شعاع. هل هذه العلامات صحيحة؟ هو أولا العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي للمسلم أن يغفل عنها أنها في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله جل وعلا قد أنزل القرآن في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها في العشر الأواخر من رمضان، بل حثنا على تحريها في الليالي الفردية من رمضان. فهذه إذن علامتها أنها ليلة في رمضان، وأنها تحديدا في العشر الأواخر، وأنها تحديدا في الليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان. هذه هي العلامة الأساسية التي يحتاجها كل مسلم، مع أنه يعلم أنه مخاطب بعبادة الله جل وعلا في سائر أيام العام، ومخاطب خطابا أكيدا شديدا في إحسان العبادة في هذه العشر، فما بالك بليلة القدر. فهذه هي العلامة الأولى. أما بقية العلامات فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت عنه أنها تصبح، أن ليلة القدر تصبح فيها الشمس مضيئة لا شعاع لها. لكن هذا مثل هذه العلامة إنما تظهر بعد الليلة، بعد الليلة، فيكون قد فاتك الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أري في إحدى الأعوام أنه يصبح في ليلتها ساجدا في طين وماء، والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وكانت تلك الليلة هي في ليلة 21، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطرت السماء تلك الليلة، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم 21 ساجدا في طين وماء. وكما ذكر الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح فيها، فهي ليلة فيها سكينة وخشوع، وهذا يظهر، يجد المسلم الذي يعبد الله جل وعلا ويتحرى طاعته يجد سكينة في نفسه وطمأنينة وقبولا للدعاء وحسن علاقة بينه وبين ربه جل وعلا. هذه هي العلامات التي يلتمسها كل مسلم اجتهد في طاعة الله جل وعلا. أما أن يبحث عن مثل هذه العلامات المحسوسة الملموسة، فأولا بعض هذه العلامات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت منها إنما ثبت أنه علامة بعد حصول هذه الليلة، فيكون قد فاتك الأمر العظيم. كما أنها أيضا قد تلتبس، يعني يمكن أن يخيل لك أن هذا اليوم الشمس طلعت بدون، ليس لها شعاع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنها طست، يعني دائرتها مكتملة وليس لها أشعة. قد يخيل لك أنها تلك الليلة، فتفاجأ بأن الليلة التي تليها أو التي بعدها الشمس فيها أوضح في مثل هذه الصورة. فعلى المسلم أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا في هذه العشر كلها. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وغير واحد من السلف لما كانوا يسألون عن تحديد ليلة القدر أي الليالي هي، كان يحث الناس على ذكر الله جل وعلا وعلى الاشتغال بالعبادة في سائر العام، وأن من اشتغل بطاعة الله في سائر العام لا شك أنه سيدرك ليلة القدر.